Les déterminants, les articles. Il est chemin l'objectif ou les objectifs les comme le fort, qui est identifier les articles, employer correctement ces déterminants. Donc, je vois l'article, je vois le nom, qui va se faire dans le monde, je vois le nom, je vois le nom, je vois le nom, je retiens. Donc, le reste que je retiens, je vais vous dire que l'article. L'article est un mot qui précède le nom et précise son genre et son nombre. On distingue l'article défini, le, la, l' apostrophe, les, et l'article indéfini, un, une, des. L'article est un mot qui est avant le nom. Vous avez vu le texte qui est comme le fort. Les jeux peuvent être plus ou moins compliqués selon le niveau des élèves. Donc, en gras, ce sont des articles. Les, le, des. Ou d'aïman qui jouent qu'abel, men ism. C'est bon? Donc, qu'il y a juste l'anouaï, qu'il y a l'article défini ou qu'il y a l'article indéfini. Ou qu'il y a tout le monde fait les articles qui bilina le genre et le nombre. Le genre, il y a wesh moudkar mounet ou le nombre, il y a wesh moufrad ou la jamme. يعني لو جونغ غتلقى ماسكولان اللي هي مذكر فيمينا اللي هي مؤنث ولو نوم غتلقاو سانغولي اللي هي مفرد وبلوريي اللي هي الجمع. دوزو البارتي الثانيه اللي عندكم في روتيان اون امبلوا لارتيكل ديفيني دوفون دي نون كومون برينسيبالمون دوفون اولا برينسيبالمون دون 3 كا. دونك لارتيكل ديفيني كنخدمو في الحاله الاولى بوتي ا, الحاله الثانيه بوتي بي, الحاله الثالثه بوتي سي. الحالة الأولى ملي كيكون لو نون اي اونيك ان سون جونغ. مثلا نهضر لك على الشمس, شحال كاينة من شمس؟ كاينة شمس وحدة. دونك غنقول لك لو سولي حيت معروف كاين واحد. إلا قلت لك مثلا لا لون, داكوغ, لا تيغ. دونك هذا سي ان مو اونيك ان سون جونغ, منو غير واحد. عاوتاني في بوتي بي قالك لو نون اي بري دون ان سونس جينيرال. بحال مثلا قلت لك شفت واحد السيده دايزه, نقول لك جي فو اون فام باسي, اون فام حيت ما عرفناش شكون هي. ولكن الا قلت لك بحال في هذه الجمله لا فام اي ليغال دو لوم, انا ما كنهضرش على واحد المراه وحده, كنهضر على المراه بصفه عامه. على باش قال لك لو نون اي بري دون ان سونس جينيرال. لا فام اي ليغال دو لوم, يعني المراه بحال بحال الراجل, جوج بهم كيقراو جوج كيخدموا, دونك بحال بحال كاينش فرق. الحالة الثالثة عندكم سي لو نون اي ديفيني بار لو كونتكست كونو دو سو كي بارل. الا كان هذا الاسم هذا معرف في الوضعية نتاع الناس اللي مثلا انا في القسم, نقول لكم رونجي لي ليفر دون لو بلاكار او لا غاماسي لي كايي مثلا اي ديبوزي لي سور لو بيرو. لي كايي لو بيرو لو بلاكار نتوما معايا في القسم شايفينهم عارفينهم, هذا الدفتر هذا البيرو هذا البلاكا, ولكن الناس واحد اخرين ما يعرفوش علاش كنهضروا. داكور, دونك لو نون اي ديفيني بار لو كونتكست, يعني كونو بار سو كي بارل. حنايا كنهضروا بيناتنا في قسم, دونك غتفهموني. سي بون, دابا غندوزو للطرف الثاني اللي هي لا ترويزيام اي ديرنيير بارتي. الطرف الثاني من جو روتيان اللي من عندكم لارتيكل انديفيني انترودوي ان نون كومون بري دون ان انسامبل. باش نفرقوا ما بين لارتيكل ديفيني انديفيني, في العربيه هي اللي عندكم ديك ال التعريف. مثلا لو بغيتي تقول تلميذ, رايت تلميذا, جي فو ان اليف, ما عرفناش شكون هو التلميذ. ولكن الا كنت كنهضر لك بحال هكا على واحد التلميذ كان كيقرا عندي مثلا وتلاقيت به, جي فو ليليف, ليليف درت لها ال ابوستروف. هنا سي ان ارتيكل ديفيني, يعني رايت التلميذه, ال ديك الف لام تاع التعريف. نفس الشيء سرا ميم شوز, هذيك بالعربيه وهذه بالفرونسي. دابا غنشوفو جوستومون ملي كيكون عندك لارتيكل انديفيني اشنو كيدير. الى انترودوي ان نون كومون بري دون ان انسامبل. قرينا لي نون بروبر اي لي نون كومون. قلنا نون بروبر هو اسم, بحال مثلا اسم باين بحال كريم, احمد, زكيه, ساره. لو نون كومون كيكون بصفه عامه, باش قلت لكم بحال المثال ديال لو شا, لا بورت, لو جو. Remarque, des peut être un article indéfini, pluriel de 1, 1, ou un article défini contracté, 2 plus les, que ça veut dire. Il a quand même les élèves. Les élèves,
لي راه ارتيكل ديفيني حيت كنعرفوهم لي. الا قلت لك ليكزامان دو لي زيليف غتجي ثقيله، دونك هذيك دو لي كنجمعهم وكتولي عندي دي. فهاد الحاله دي سي ان ارتيكل ديفيني كونتراكتي، ملي ترى كيعوض ليا ديك لي اللي هي ديفيني وكنقولو كونتراكتي كنجمعوهم باش ما كتبقاش ثقيله. دو بلس لي كتولي دي. كيف ما تقدر تكون حاله واحده اخرى دي تكون غير جمع ديال ان ولا اون، مثلا نقول لك ان كايي دي كايي غير جمعت، فهنايا سي ان ارتيكل انديفيني. دونك ملي تكون في الجمله ملي تقرا دي حاول ترجع للاصل ديالها، واش هي غير جمع ديال ان اون او لا دو بلس لي كونتراكتات، معناتها درنا لهم الزائد باش تعرفوا واش ارتيكل انديفيني او لا ديفيني. من بعد قال لك عاوتاني دو، دو حتى هو سي ان ارتيكل كونتراكتي يا اما دونك ارتيكل كونتراكتي بحالو بحال دي في الحاله الثانيه، يعني عندك دو بلس لي كتعطيك دي في الجمع، والا كانت دو بلس لو في المفرد شنو تعطيك دو. مثلا لو شا نقول لك لا نوريتور دو لو شا، غادي ثقيله دونك كردوا لا نوريتور دو شا، ماكله ديال القط داكو، لا نوريتور دو شا اللي هي في الاصل دو بلس لو. نفس الشيء il en est de même pour او، نفس الشيء pour او، او هي a plus le في المفرد كتعطيك او، وفي الجمع كنزيدو لها x كتولي اي او a plus le كتعطيك او avec x. مثلا je pars، غنمشي مثلا للتيران، التيران هو لو تيران، je pars à le terrain، هادي ثقيله دونك كنحيدو ديك ا لو شنو تولي عندي je pars au terrain. و الا كان عندي الجمع كنزيد اكس. اخر حاجه تما قال لك لي peut précéder un nom propre pour désigner toute la famille mais le nom reste invariable. exemple les Benani ont quitté leur ville natale. بناني هي عائله معروفه في فاس. مثلا انا كنهضر على واحد العائله انا كنعرفها فيها الاب والام وعندهم وليداتهم ثلاثه، مثلا هاد العائله كامله كانوا مثلا في مدينتهم فاس وخرجوا من فاس ومثلا مشاو لكازا. مثلا غنقول لك عائله البناني خرجت من مدينتها الاصليه اللي تزات فيها، لي بناني اون كيتي لور فيل ناتال. هنا لي جات قبل ان اون بروبر باش تمعني لي على العائله كامله، مي لو نون ريست انفاريابل. بناني ما غنديرش لا اس، نخلوها بحال هكاك انفاريابل، هي ما كنديروش لا اس. سي بون.